ننتقل الى صحيفه الشرق الاوسط بايدن يقول ان الانتخابات عززت من وضعه السياسي قال الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم ان النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولايه قد وضعه في موقف اقوى لاجراء محادثات حاسمه مع نظيره الصيني شي جيم وصرح بايدن في فلومبنه حيث يلتقي عددا من الزعماء في اطار قمه اسيان بانه بات في موقع اقوى واضاف بعد فوز حققه الديمقراطيون في نيفادا واتاح لهم الاحتفاظ بالسيطره على مجلس الشيوخ الامريكي اشعر انني بحال جيد واتطلع الى العامين المقبلين وبعد اربعه ايام من الانتخابات النصفيه التي خيبت امال الجمهوريين أعلن فوز السيناتور الأمريكي الديمقراطي كاثرين كورترز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكاستال المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب وفقا لقنوات تلفزيونية أمريكية